بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على المين ميموري. انتوا عارفين الكمبيوتر فيه اجزاء رئيسيه جدا، منها السي بي يو ومنها الميموري. ولما نقول ميموري بس قصدين بيها المين ميموري. الميموري السكندري ميموري اللي هي زي الديسك دي بتبقى، لما اقول ميموري بس لا، بقول مثلا ستور، باكنج ستور، سكندري ستورج، دي مقصود بيها الديسك. اما المين ميموري او الميموري بس مقصود بيها الرام. احنا عارفين ان مفيش دايما البرامج موجوده في الباكنج ستور اللي هي الديسك، البرامج اللي عايزينها تتنفذ دلوقتي والبرامج اللي عايزينها تتنفذ بعدين، كل البرامج موجوده على الديسك زي ما انتم عارفين. البرنامج علشان يشتغل دلوقتي لابد يحمل من الديسك الى الرام. الميموري بتاعتنا عباره عن خيط من العناوين، يعني الحاجه لما اوصل لها في الميموري لازم اجيب عنوانها، ما بوصلش بمحتواها، وانما بصل لهذه المعلومه عن طريق الادرس، فلازم اكون عارف الادرس بتاع المعلومه اللي انا عايزها. اللي موجود في الرام هو اوامر، قد تكون ريد ريكويست، قد تكون رايت ريكويست، بالاضافه الى الداتا. عندنا بالاضافه الى الرام في حاجات بتساعدها او بتساعد السي بي يو اصلا عشان تسريع التنفيذ، زي الريجستر وزي الكاش. الريجستر حجمها صغير جدا، سريعه جدا، عاده التعامل مع الريجستر بياخد 1 سي بي يو كلوك او حتى اقل من كده، بينما التعامل الاكسس مع الرام بياخد ميلي سايكلز من الاوبريتنج سيستم، وده بيؤدي الى ستول، يعني تبطيء العمل الحاسب. السي بي يو هو اسرع حاجه في الكمبيوتر، سرعته بالنسبه الى الرام مثلا نقدر نقول انها كذا ميموري سايكل للانستراكشن الواحد للتعامل مع الادرس الواحد. الريجستر اسرع حاجه من الذاكره، يليها الكاش، يليها الرام، ثم يليها السكند ستورج. وعشان كده اي برنامج بنفذه لازم يحمل من الديسك البطيء، طبعا مهما كانت سرعته هو بطيء بالنسبه للسي بي يو، احملها في الرام. وبعدين بعد كده الامر اللي بيشتغل دلوقتي، او بلاش كده، السكشن من البرنامج اللي انا شغال فيه دلوقتي، الجزء من البرنامج اللي انا شغال فيه دلوقتي بيتحمل في كاش، وبعدين اخد امر احطه في الريجستر. يعني يبقى الريجستر بيشيل امر، تقريبا امر واحد من البرنامج اللي شغال، اجزاء بقيه الانستراكشنز اللي بتشكل سيكشن واحد بتحط فيه الكاش، وكل ده عشان تسريع عمل البرنامج. يبقى اللي بيناول السي بي يو هو الريجستر وليس الديسك. الديسك بحمل البرنامج كله مره واحده، اخد امر احطه في الريجستر. طب والامر الثاني علشان يكون جاهز بدل ما اروح اجيبه من الرام، لا اروح احطه في الكاش. لما استنفذ الغرض من اللي موجود في الكاش بستبدل الكاش بسكشنز الاخر. يعني يبقى الكاش هي ميموري ابطا من الريجستر لكنها اسرع من الرام، وهي واقعه ما بين الرام وما بين السي بي يو والريجستر. يعني طبعا بالتاكيد كل يوزر المفروض يشتغل في الجزء من الرام المخصص له لا يتعداه، فدي نوع من انواع البروتكشن المطلوبه علشان اتاكد من صحيه تنفيذ البرنامج، وده شيء طبيعي. يعني ادي
مثال توضيحي صغير قوي على الرام. الاوبريتنج سيستم محمل في الرام دايما وابدا، لان هو برنامج لا يتم الاستغناء عنه طول عمل الكمبيوترز. هو برنامج لكن بيحمل في الرام بما انه شغال على طول، فهو دايما محمل على طول، وعاده بيحمل في العنوان زيرو من الرام. ثم بعد كده تاتي بقيه البروسيسز اللي قدامك. ده بروسس ليوزر معين، ده بروسس، دي انذر بروسس. كل بروسس كل بروسس ليها ما يسمى البيز ريجستر والليمت ريجستر. البيز ده في عنوان اول انستراكشن موجود في البروسس. الليمت هو طول البروسس ديت. فاي امر بيجي من البروسس لازم يكون اكبر من البي، اكبر منه او يساوي من البيز، واقل منه او يساوي الليمت، لا يتعداه. فده عشان اضمن ان كل بروسس لا تتجاوز المنطقه المخصصه لها. اهو سي بي يو بيطلع زي ما اتفقنا، بيطلع مجموعه ادرسز، عايز الادرس الكلام اللي في الادرس الفلاني بيقارن بالبيز، لو كان اكبر منه او يساوي بكمل. اقل من البيز، فواضح ان انا بتعامل مع سيكشن اخر، فهدي له لا، هعمل تراب للاوبريتنج سيستم، اقول له البروسيس ديت بتحاول تخش الى اجزاء من الميموري مش مخصصه ليها، هنا اكبر منها او يساوي البيز، يبقى كويس. وبعدين اقارنه بالليمت، هل العنوان ده اقل منها او يساوي البيز زائد الليمت؟ لو كان يس يبقى بروح للميموري علشان اجيب الايه المحتوى بتاع الادرس ده. لا يبقى برضه نفس الكلام، يبقى واضح ان البروسيس دي بتتعدى المنطقه المسموح بها، مسموح ليها فيها، والبريك سيستم بيتدخل ساعتها، وديفنتلي البروسيس دي هتبقى كيلد، تتعرض لي انها يوقف عملها. يعني حته البيندنج، يعني ايه ربط الادرس؟ عندنا عارفين ان عندنا نوعين من البيندنج، او نوعين من الادرس عامه، اللوجيكال ادرس والفيزيكال ادرس. اللوجيكال ادرس هو الاوبريتنج سيستم بيشوف الميموري ازاي، بيشوف الادرسز اللي موجود فيها البرنامج ازاي، بينما الفيزيكال ادرس الادرس ده موجود فين على الرام. ممكن قوي اللوجيكال ادرس يختلف، وده القاعده، يختلف عن الفيزيكال ادرس، عن الفيزيكال ادرس. يعني مثلا جميع البرامج وهي خارج غالبا وهي خارجه من الكومبايلر وهي تتحمل في الميموري، بتبتدي من، بفترض انها هتتحمل في العنوان زيرو اللي هو اصلا مشغول بالاوبريتنج سيستم، عشان كده ده لوجيكالي. لكن فيزيكالي ممكن تتحمل في عنوان اخر موجود، لازم اكون عندي رابطه ما بين الفيزيكال ادرس اللي هو زيرو مثلا وبين الفيزيكال ادرس اللي موجوده فيه، وهو ده اللي بسميه البيندنج. فطبعا لازم ان هذه التحويله، اللي بيعمل لي التحويله دي اللي هو الام ام يو، الميموري مانجمنت يونت، جزء من الاوبريتنج سيستم مسؤول عن هذه الفانكشن اللي هي تحويل اللوجيكال ادرس كما يتراءى للسي بي يو الى الفيزيكال ادرس كما يتراءى للميموري. وهنا برضو بيوضح نفس الكلام اللي بقوله دوت، ان هي عندنا البندنج ده قد يختلف من منطقه لمنطقه او من مكان لمكان او من اوبريتنج سيستم لاوبريتنج سيستم. ممكن قوي اذا كان مثلا عندي برنامج واحد زي الدوس مثلا في المراحل الاولانيه خالص لصناعه الكمبيوتر، البرنامج واحد، فالبرنامج ده انا عارف مسبقا هيتحمل من اول عنوان كام. فهنا ممكن قوي اللي طالع من الكومبايلر بيكون ابسوليوت ادرس، يعني هنا ما فيش فرق ما بين اللوجيكال وما بين الفيزيكال يعني. لكن
اذا كان في اكتر من برنامج شغال، فمش عارف مسبقا البرنامج ده هيتحمل في انهي عنوان في الميموري. في الحالة دي بسمي البرنامج ريلوكيتابل، يعني ما فيش هنا ابسولوت ادرس، يعني ريلوكيتابل يعني البرنامج بيكون قادر على التحرك في الميموري، تغيير موضعه. ريلوكيت جاي من كلمة لوكيت يعني موضع، فريلوكيت هي البرنامج قادر على التحويل، وطبعا الميموري هي اللي بتعمل هذه الشغلة. في حالة ان الكومبايل بيطلع ابسوليوت ادرس، لو انا كنت عارف مسبقا الميموري لوكيشن اللي اتحمل فيه البرنامج، لو كل لو حصل ان العنوان ده اتغير لازم اعمل ريكومبايليشن مره تانية. شوف دي صعوبه يعني. اللود تايم، لا هنا اللود تايم ده هنا البرنامج يبقى سواء ان انا هحمله لاول مره او يتم نقل البرنامج بتاعي من مكان الى مكان اخر، يبقى هنا قلنا اتفقنا البرنامج ده هيبقى ريلوكيتابل كود، يعني قابل الى تغيير عناوينه هو من مكان المكان اللي كان فيه او المكان الزيرو لو كان خارج من الكومبايلر الى المكان الجديد، تغيير العنوان. الاكسكيوشن تايم البيندنج بيتاجل لحد ما التنفيذ، يعني بسيبه زي ما هو في الميموري، وكل ما اجي انفذ برنامج انا عارف ان الكلام ده ريليتيف لبدايه البرنامج. الامر اي امر يعني يقول لك يبعد عن بدايه البرنامج مثلا 14 بايت او 14 وورد، فهنا في الحاله ديت التنفيذ هو اللي هيتم انا عارف 14 من بدايه البرنامج، والبرنامج ده اتحمل في 1000، يبقى بدل ما يكون 14 بس هيبقى 1014، يبقى هنا التنفيذ بيتم عندما يبقى البندنج يتم لما ابتدي انفذ البرنامج. وفي الحاله ديت يستحسن ان انا يكون عندي هاردوير سبورت، لان العمليه دي هتاخد وقت مني، فبستعين بهاردوير السريع علشان اقدم هذه لتسريع العمل في الكمبيوتر هذه الخدمه. يعني هنا كلكم عارفين كده ان عندي سورس بروجرام سي ولا جافا، بيتم عمل كومبايليشن، ده وقت الكومبايليشن، وبعدين بيطلع منه اوبجكت، البرنامج بيتحول بلغه المكنه من اللغه الطبيعيه اللي هي اللي انا بشتغل بيها زي سي ولا جافا، مش طبيعيه يعني اللغه اللي انا اليوزر البروجرامر بيفهمها، الى اوبجكت بروجرام موجود بيتحول، يتم تحويل الكومبايلر على مترجم، بحوله من سورس الى برنامج موجود مكتوب نفس البرنامج نفس المعنى نفس الفانكشن الى اوامر بلغه المكنه. وبعدين البرنامج ده زي ما اتفقنا احتمال ما يكونش كامل، يعني مثلا عندي انا مشروع كبير برنامج كبير، فادي جزء الهدير، ادي جزء لشيماء، ادي جزء لمريم، ادي جزء لهاني، فكل واحد هيعمل كومبايليشن للجزء بتاعه. لكن هل البرنامج ده يقدر يشتغل؟ لا ما يقدرش يشتغل. ليه؟ لانه عايز اجزاء لسه مع هدير، فانا اجمع بقى كل الاجزاء الاخرى من البرنامج اللي اتعمل لها كومبايليشن، اجمعهم مع بعض في ما يسمى بالبرنامج اسمه لينكر. اللينكر ده مجرد ان هو بيربط البرامج اللي هي الاوبجكت بروجرام، وعلى فكره مش لازم تكون اجزاء يوزر كاتبها، انما ممكن اجزاء يكون اصلا اصحاب السي عاملين مكتبه، وانا بستعين مثلا اقول واي بتساوي ساين اكس في البرنامج. ايه ساين اكس ده؟ هتلاقي ده في مكتبه موجوده، الساين دي بيتحول الى مجموعه من الانستراكشنز اوريدي موجوده باوبجكت كود، كل اللي عليا ان انا استدعي هذه اللايبرري اعمل لها لينكينج مع البرنامج بتاعي. اللي خارج من اللينكر بقى عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج اوبجكت كود ولكنه متكامل، موجود فيه كل ما احتاجه، كل ما احتاجه. هنا البرنامج ده قابل للتنفيذ، بس المشكله ان هو احيانا بيكون عناوينه فرض العناوين زيرو،
زي ما اتفقنا. فمحتاج ان انا احول الادرس سبيس الى الفيزيكال سبيس. ده اللود تايم. اللودر بياخد الكلام دوت، اللودر يعني بيحمله فيه الرام. فانهي جزء بقى، ده موضوع تاني نتكلم عليه. اذا كان مع زي ما اتفقنا، اذا كان معروف مسبقا هو هيتحمل فين، اظبط اللودر ممكن يظبط. لكن اذا كان مش معروف، فبدل ما اظبط اخليه يتحمل فيه الرام بلوجيكال ادرس سبيس بتاعه اللي هو مثلا بدايه زيرو، واحوله الى ايه، متخزن فين في الميموري، لان انا لازم احمله في الميموري. ده اللي هو الاكسكيوتر بقى، اللي هو بينفذ يعني. فانا عندي كومبايلر، عندي لينكين، عندي لودر، ثم بعد ما احمله في الميموري ابتدي التنفيذ. امال انا حملته ليه؟ عشان يتنفذ. وده اذا كان عايز حاجات مساعده خارجيه من السوفت وير والحاجه، كل ده بيتجمع وبيتم التنفيذ، لان مش لازم احمل البرنامج بكل اللايبرري بتاعته مره واحده. يعني مجرد بس انا اكتب سطر ولا حاجه، كل الفانكشن كل اللايبرري الفلانيه ساعتها ممكن يجيبها لما يعوزها يتم تنفيذها. عشان كده سميناها دايناميكالي لودد سيستم لايبرري. عشان البرنامج يتنفذ بيمر بالكومبايل تايم، بيمر باللود تايم، بيمر بالاكسكيوشن تايم اللي هو احيانا بسميه الران تايم زي ما خدناها في السي بي يو سكيدلنج. هنا اللوجيكال مع الفيزيكال سبيس اتفقنا عليها، ان اللوجيكال ادرس هو ده اللي خارج من السي بي يو، اللي شايفه السي بي يو هو السي بي يو، وده عنوان افتراضي، مش هو ده المكان في الميموري الحقيقي. بينما الفيزيكال ادرس لا، ده عنوانه في عنوانه في الميموري. فعندي لوجيكال ادرس سبيس هو كل البرنامج، كل العناوين اللي هو جنريتد باي سي بي يو، بينما الفيزيكال هو كل العناوين اللي متولده بواسطه الميموري يعني. ولازم احول من لوجيكال ادرس للفيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس هو الموضع الحقيقي للبرنامج على الرام، الموضع الحقيقي للبرنامج على الرام، ومن ثم على الديسك يعني. بس هو ده الموقع الحقيقي للبرنامج على الرام. ده السي بي يو بص البرنامج عينه مثلا بدايه من زيرو، فلابد التحويل من العنوان ده الى العنوان ده زي ما اتفقنا وقلنا. اهو سي بي يو بيطلع لوجيكال ادرس، يعني اللي هو شايف، اللي شايفه موجود، شايف بصص العنوان على انه مختلف خالص عن مكانه في الميموري. فهنا اللوجيكال ادرس يتحول للفيزيكال ادرس، واللي بيقوم بهذا التحويل هو الميموري مانجمنت يونت. مره ثانيه نرجع لحته الريلوكيشن. عندي لوجيكال ادرس مثلا 346، دي من بدايه البرنامج، بينما البرنامج فيزيكالي متخزن في الرام في العنوان 14000. فهنا لازم اجمع 346 على ال 14000 اللي هو بسميه ريلوكيشن ريجستر يعني، ويكون طبعا اقل من او يساوي الطول بتاع البرنامج دوت، يتحول الى فيزيكال ادرس وادمي. يبقى احتفقنا على الريلوكيشن ريجستر، هو بدايه البرنامج في الرام، وده بيتجمع على كل عنوان خارج من السي بي يو. الديناميك لودنج، البرنامج بيتكون من مين بارت، زي مثلا في السي عندي جزء فانكشن اسمها مين، وفانكشنز اخرى اسميها اي اسماء. لكن هو ده في العاده البرنامج بيكون من الفانكشن. البرنامج انا بما اني مش شغال فيرتشوالي زي ما شرحنا المره اللي فاتت، مش شغال فيرتشوالي، فالبرنامج بيتحمل بالكامل في الميموري علشان اعمل له اكسكيوت.
وده الفرق الجوهري ما بين الريال ميموري والفيرتشوال ميموري. الريال ميموري البرنامج كله لازم يكون موجود في الرام، وانا هفصل في الجزء دوت ان انا البرنامج كله بالكامل هيتحمل في الـ الرام عشان يبتدي التنفيذ، بينما الفيرتشوال لا، ممكن جزء من البرنامج ولما اعوز جزء تاني مش متحمل في الرام استدعيه، ده الفيرشواليتي. وعشان كده في الفيرشواليتي بقدر احمل اشغل برنامج مهما كان حجمه، في مهما كان حجمه، ان شاء الله يكون حجمه اكبر من حجم الرام نفسها يعني. يبقى الروتين از نوت لودد انتل اتس كولد. هل دي موجوده؟ اه موجوده برضه يعني، بس مش فيرشوال، لان انا عندي ايه مكان سبيس في الميموري وبحمل فيها اللي انا بعوزه يعني. مش لازم ابتدي بالبرنامج بالكامل متحمل في الرام، لكن الفكره الاساسيه البرنامج بالكامل محتاج يكون في الرام عشان يتنفذ. وده بيؤدي الى تحسين في الميموري سبيس يوتيلايزيشن. ايه اللي بيؤدي لتحسين تحسين استخدام الميموري؟ هو ان الروتين مش هحمله الا لما اعوزه، الا لما ناديه. الفكره دي قربتنا من الفيرشواليتي، لكن ليست فيرشوالي. وكل الروتينز الاخرى بتاعت البرنامج متخزنه في على صوره ريلوكيتابل، لان انا مش عارف احملها فين في الرام وقت ما اعوزها، فهي ريلوكيتابل يعني ممكن النهارده تتحمل في عنوان 1000، ممكن تتحمل في عنوان 14000. ودي طبعا بنعوزها علشان دي اللي بنسميها دايناميك لودنج، يعني ان اللود ما بيتمش الا وقت تنفيذ البرنامج. بعض الروتينز مش هتتحمل في الرام الا لما تتنادى يعني. ف ده يلقي عليا بعض الاعباء في ان انا امانج الكلام ده واعرف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود وايه اللي محتاج اجيبه وهجيبه ازاي واحطه فين. وممكن تتم بدون اي مساعده من الهاردوير يعني. طيب يعني بص هنا كده، هنا اتكلمنا على الاستاتيك لينكينج، ان اللايبرري والبروجرام بيكومبايند باي ذا لودر. يعني اللودر هو اللي بيقوم بعمليه اللينكينج، استدعاء كل اللايبرري والزقها في البروجرام كاونتر، يبقى برنامج كل متكامل موجود. اما الديناميك لينكينج لا، ده اللينكينج بيتاخر الى ان يتم التنفيذ، وقت التنفيذ. طيب وده احيانا بيكون مفيد زي ما اتفقنا، استخدام اسهل احسن للميموري. ما بجيبش الجزء من البرنامج دوت في الرام الا لما اعوزه. واحيانا كمان ليه ميزه تانية، ان انا ما يسمى الشيرد لايبرز. يعني ايه الشيرد لايبرري؟ يعني لايبرري موجوده بتاعت السي، انت ممكن تستخدميها وانا ممكن استخدمها. في الحاله ديت مش لازم ليه احملها اكثر من مره؟ ليه احملها لصحر واحملها لمحمد واحملها لابراهيم؟ ليه؟ احملها مره واحده واخلي بس البرنامج يكون عارف مكانها فين ويشغلها وقت ما عايز. وعاده هذه اللايبرري بتكون ريد اونلي يعني. هنا بقى نتكلم على حاجه تانية في الميموري، ما يسمى بالكونتيجوس اللوكيشن. كونتيجوس يعني متصل، يعني هل البرنامج كله هيبقى في حته واحده ورا بعض سيكونس، ولا ممكن يكون موجود في اجزاء البرنامج الواحد موجود في اجزاء مختلفه من الرام. اذا كان موجود في حته واحده يبقى هنا كونتيجوس اللوكيشن، بسميها كونتيجوس اللوكيشن. بالنسبه للميموري، بالنسبه للميموري بروتكشن شرحناها قبل كده لما شرحنا البيز والليميت.
البيز هو بداية أول عنوان، فلازم يكون، والليمت هو طول البرنامج نفسه يعني. وأي برنامج أي عنوان أدرس لوجيكال أدرس لازم أضمن إن هو أقل من أو يساوي البيز زائد الليمت، وبالإضافة إلى الريلوكيشن اللي هي بتحول من اللوجيكال إلى الفيزيكال، لأن دي بداية الفيزيكال الموجودة فيها. يبقى أي برنامج هنا هو أي أمر أي أدرس هنا هو أجمع عليه الريلوكيشن. يعني بيقول لي روح إلى العنوان ألف مثلا، هنا ألف دي منين؟ ألف دي بداية البرنامج، البرنامج ده طوله، هل ألف دي تبعي؟ آه تبعي. طيب لكن الألف لكن البرنامج نفسه موجود مثلا العنوان 5000، يبقى أجمع ألف على 5000، يبقى الألف دي تحولت إلى إيه؟ 5000 زائد إلى ألف، يبقى 5000، يبقى 6000 يعني. والكلام ده شرحناه قبل كده يعني. اذروايز هيبقى في عندي تراب، يعني مولدات تراب يعني، او مولدات الاوبريتنج سيستم لوجود ايرور في الادرس، هو انا بيترتب عليها غالبا هو ان انا كل البرنامج واستبعدها. واحنا ماشيين كده بسرعه، لما جينا اتكلمنا على الكونتيجوس الوكيشن، يعني ما حدش سال نفسه الاول تكنيك لاداره الذاكره لما طلع الدوس كان الاوبريتنج سيستم موجود فيه العنوان زيرو، وبقيه الرام حته واحده بيتحمل فيها برنامج واحد ورا بعض، فده كونتيجوس الوكيشن. لكن بعد كده لما ظهرت المالتي بروجرامنج واكتر من بروسس متحمله في الرام وتتنفس في نفس الوقت، بيتم توزيع السي بي يو عليها، وقت السي بي يو عليها، بنسميها ايه؟ variable partition allocation او dynamic partition allocation. ايه بقى ال dynamic partition allocation ده؟ خليك معايا. ادي الميموري بتزيد كده، يعني اللو ميموري وهنا الهاي. هنا هو افترض ان الاوبريتنج سيستم بيتحمل في اخر، دايما الاوبريتنج سيستم قلت لك بتعمل في العنوان زيرو، لكن ممكن بعض الاوبريتنج سيستم بتحمل الاوبريتنج سيستم في اخر جزء من الرام، يعني الاوبريتنج سيستم يا فوق قوي يا تحت قوي، مش مشكله، هي دي عمليه عبيطه يعني. البروسيس عندي بروسيس 5، عندي بروسيس 8، عندي بروسيس 2، دول انا محملهم في الوقت دوت. نفترض خدت صوره من الميموري، اكتشفت ان دول متحملين وشغالين. لو بروسيس 8 خلصت، لان مفيش قيود على مين خلص قبل مين، بروسيس 8 خلصت فسابت لي فجوه، سابت لي هول فراجمنت موجوده، وخمسه تفضل مكانها واثنين تفضل مكانها وكل منهم يشتغل. طب بروسيس 9 جت، البروسيس 9 جت، هل ليها مكان في الميموري؟ اه، في هذه الفجوه ممكن استغلها للبروسيس 9، اخد جزء من الفجوه دي لبروسيس 9، الجزء المتبقي بنسميه برضو فراجمنت. طيب لو حصل ان بروسيس 5 خلصت واثنين خلصت، يبقى سابوا لي فجوتين اخرين. لو جه برنامج اخر عايز يجي، احطه هنا احطه هنا، افرض حجمه مش موجود، افرض حجمه اكبر من دي لوحدها او دي لوحدها لكن اصغر من الاثنين مجموعين على بعض، في الحاله ديت ممكن اعمل حاجه اسمها كومباكشن، اضرب البروسيس كلها يا فوق يا تحت، بحيث الفجوتين دول ينضموا لبعض واحمل فيهم البرنامج الجديد اللي انا عايزه. دي الديناميك او الفاريبل بارتيشن، اتكلمنا هنا عن الهول اللي هي الفراجمنت يعني. طيب انا عندي دلوقتي الميموري بتاعتي فيها فجوات، فيها فراجمنت، ولسه ما عملتش كومباكشن، يعني كومباكشن ده مش مفروض عليا يعني. طيب احملها، وعندي جالي برنامج، احمله ازاي؟ احمله فين؟ احمله في اول فجوه فاضيه لو كانت حجمها طبعا اكبر من او يساوي حجم البرنامج اللي جاي، ولا احملها في اصغر فجوه مناسبه ليا، يعني اصغر فجوه بس اكبر من او يساوي حجم البرنامج اللي جاي، ولا اوسع فجوه ورست فيت، نسميها الفيرست فيت والبيست فيت والورست فيت. الحقيقه كل منهما له مميزات وعيوب. الفيرست فيت بدور على اول فجوه، فطبعا هنا البحث عن فجوه فاضيه ايه؟ سريع، ويعني وتقريبا لو انا شلت الفراجمنت في جدول
هدور في الجدول دوت، هدور على اول فجوه فاضيه حجمها اكبر منه، فتقريبا هدور في نص الجدول بس، لان اول فجوه فاضيه اروح حاطط فيها على طول. فادي الفيرست فيت. بس عيبها ايه؟ عيبها انها دايما يعني جايز الفجوه اللي انا لقيتها دي، الفراجمنت اللي لقيته دوت يكون اكبر من او يساوي حجم البرنامج، فممكن يترتب عليه انه يسيب لي فجوه. البيست فيت بدور على انسب فجوه تديني اقل فراجمنتيشن. ده بيترتب عليها ايه؟ قد يبدو من كلمه بيست هنا ان هو الافضل، لا الحقيقه ممكن ما يكونش الافضل، ممكن اداؤه يكون سيء قوي من الفيرست فيت او من الورست فيت. ليه؟ لان البيست فيت هتديني اصائص فراجمنت صغيره قوي ممكن ما اعرفش استغلها الا لما اعمل كومباكشن يعني. الورست فيت بدور على اوسع فجوه، فهي ممكن تكون ليها مميزات انها بتسيب لي فجوه ثانيه كبيره ممكن استغلها بدون ما اعمل كومباكشن يعني. ادي المميزات والعيوب بتاع كل منهم اللي بدور. ادي الفراجمنتيشن. الفراجمنتيشن دول فراجمنتيشن نوعين، اكسترنال فراجمنتيشن وانترنال فراجمنتيشن. يعني ايه اكسترنال؟ اكسترنال هلاقي فجوه كامله موجوده زي اللي شفناها في هنا. ايوه دي external fragmentation، external fragmentation، external fragmentation. اللي بعد كده لما هيجي هنشوف هنلاقي ان احنا بنقسم الميموري بتاعتي الى اجزاء متساويه بنسميها بيج، وممكن قوي اخر مثلا البرنامج بتاعي خد 3 بيج، بيج 0 بيج 1 بيج 2 مش متحمله كلها، لان ما اقدرش ادي الميموري اقل من بيج. يعني لما اخد بيج هاخد بيج كامله حتى لو حطيت فيها بايت واحده، فهنا داخل البيج الواحده في ما يسمى الايه الانترنال فراجمنتيشن. مثلا نمسك الفيرست فيت اناليسيس ريفيلز، بتكشف ان عندي ان بلوكس الوكيتد، يبقى هنا في حته الفيرست فيت اول فجوه الاقيها ممكن يضيع مني نص عدد البلوكات اللي انا حطيتها في الهول دي. يعني انا حطيت في لقيت فجوه حطيت فيها اللي عندي، ممكن يتبقى لي نص اللي موجود. ده في المتوسط يا جماعه، هو ده بنسميه ايه؟ نوع من انواع برضو اللي هي الفريجمنت الانترنال فراجمنتيشن، ان جزء البرنامج الجزء المخصص للبرنامج ده في الميموري ما اتملاش كله، وما اقدرش اجيب برنامج تاني احطه في البيت الاجزاء اللي ايه الهول الفاضيه ديت. دي بيسموها 50% رول، يعني من حوالي من 30% الى 50% ضايع مني. نص الميموري اللي حطيتها للبرنامج طبعا ده كبيره يعني. وبقى طبعا دي بقى ايه، بعالج الفراجمنتيشن ده زي ما اتفقنا بالكومباكشن، بس بعالج بانهي انهي فراجمنتيشن؟ الاكسترنال فراجمنتيشن. الاكسترنال فراجمنتيشن اقرا كده الانترنال فراجمنتيشن، بيقول لك اللوكيتد ميموري مي بي سلايتلي لارجر، سلايتلي يعني خفيفه صغيره، لارجر ذان ريكويستد ميموري. هنا في الحاله ديت this size difference in memory is internal to a partition، يعني اتبقت لي اسوس صغيره كده مش هقدر استغلها في حاجه، فدي بسميها ايه internal fragmentation. وهبان قوي في البيجنج وعلاج الاصائص الصغيره ديت في حته dynamic partition ان انا اعمل لها كومباكت، لكن في حته البيج لا، البيجنج تكنيك لا. طيب احنا كل ده لسه في الفاريبل بارتيشن، يعني دايناميك بارتيشن اللي هي اما كل دوت اللي كل اللي فات ده افترضنا ان الميموري كلها البرنامج كله كونتيجوس واحطه في بارتيشن بالكامل، سواء اتبقت منه اسوس صغيره ما اقدرش استخدمها بسميها انترنال فراجمنتيشن، او اسوس كبيره بسميها في الوقت الوقت مش مستغله فبسميها اكسترنال فراجمنتيشن. عندي بقى في حته النون كونتيجوس يعني اجزاء البرنامج المختلفه، اجزاء البرنامج المختلفه بتتحط في حتت مختلفه في الميموري، فهي نون كونتيجوس الوكيشن. دول ثلاث انواع. الاول نوع اللي هو سيجمنتيشن، ثاني نوع اللي هو البيجنج، ثالث نوع اللي هو خليط ما بين الاثنين البيجنج والسيجمنتيشن. السيجمنتيشن يعني بقسم البرنامج بتاعي الى حتت منطقيه، يعني كل موديول من البرنامج بيسمى سيجمنت.
البرنامج في العاده بيكون فيه من بروجرام، بيكون فيه فانكشنز اخرى، بيكون فيه فاريبلز، بيكون فيه ستاك، بيكون فيه سيمبل تيبل، بيكون فيه اري، كل دي اجزاء مختلفه منطقيه. البرنامج اوريدي البروجرامر وكاتبها بيكتب، يعني دي اجزاء منفصله موجوده بتكون برنامج واحد، لكن انا ممكن اعتبر كل جزء من دول عباره عن سيجمنت وتحط في مكان في الميموري. اهو ده البرنامج عادة بيبقى فيه من بروجرام، بيكون فيه سبروتين، بيكون فيه فانكشنز من اللايبرري مثلا زي سكوير روت، بيكون فيه سيمبل تيبل البرنامج بيستغلها، بيكون فيه ستاك برضو البرنامج بيستغل الستاك دوت لما يجي ينفذ يعني مثلا كول فانكشن ولا حاجه. وهو ده اللوجيكال ادرس كما يتراءى لعين اليوزر وكما يتراءى لعين السي بي. شوف بقى لما يجي تحط في الرام هيتحط ازاي. اهو ممكن المين بروجرام يتحط هنا مثلا، ممكن الستاك يتحط هنا، ممكن الفاريبل داتا ستراكشر يتحط هنا، ممكن يكون اللايبرري يتحط هنا. يبقى لازم اعمل حاجه يعني زي جدول كده، زي اندكس صغير في مفكره صغيره كده بسميها يعني فكره تيبل، يعني يقول لي الـ كل سيجمنت ده موجود فين في الميموري، بدايته وطوله قد ايه. خلاص الجدول دوت، يعني الجدول ده من ضمن المصادر المهمه جدا 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 للبرنج سيستم. البرنج سيستم بيحتفظ بيها لنفسه، يبقى لما يجي تطلب اي ادرس برجع لمين؟ برجع للجدول ده عشان اعرف هذا العنوان اللي انت طلبته مثلا، في انت كنت في مين طلبت عنوان مثلا من 4، فلازم اعرف العنوان اللي انت طلبته ده في انهي سيجمنت، طلع في سيجمنت 4 بدايته ايه في الرام اهو. خلاص وابتدي ايه اتعامل معاه. ادي السيجمنت يعني، وادي السيجمنت تيبل، ودايما فيها بدايه السيجمنت وطول السيجمنت قد ايه، وعشان نوع من نوع ال وده بتتشال فيه البيز، بيتشال فيه ريجستر عشان يبقى سريع التعامل، بنسميه سيجمنت تيبل بيز ريجستر. وكمان الليمت بيتشال في ريجستر اسمه سيجمنت تيبل لينث ريجستر اس تي ال ار. دول اللي هم بيشيلوا البيز والليمت لكل سيجمنت. يبقى عندي الجدول، الجدول ده هي في مكان البيز بيشاور على الريجستر ده، وفي مكان الليمت بيشاور على الايه على الريجستر، لكن الجدول عندي اساسي خالص. يعني انا اي عنوان لازم يتحول الى سيجمنت نمبر، اي عنوان عشان اعرف ما الوقت انا بتعامل مع السيجمنت، فاي عنوان فيه سيجمنت نمبر، والسيجمنت نمبر ده لازم يكون لازم يكون within اللينس بتاع ال الريجستر ده، وزين الطول ده، يعني ده يمثل عدد السيجمنت اللي شغلها البرنامج، يعني عدد السيجمنت اللي شغلها البرنامج، فلازم يكون الاس دوت يكون اقل من عدد السيجمنت، يعني لازم يكون السيجمنت دي من ضمن السيجمنت اللي ايه اللي موجوده في البرنامج، وده شيء منطقي وطبيعي يعني. مش اهو تعال نشوف بقى الهاردوير المستغل في ذلك. السي بي يو بيطلع عنوان، العنوان دوت بيتحول الى سيجمنت نمبر، والى دي اللي هي ديسبليسمنت اللي هي بدايه العنوان اللي انا طالبه من 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 من, من, من السيجمنت يعني. الاس اهو وصلني الى الانتري ده في السيجمنت تيبل، اعرف منه السيجمنت دي بدايتها فين وطولها قد ايه. ده ممكن طبعا يتحمل الى ريجستر، وده يتحمل الى ريجستر، او ممكن كل دي تتحمل في ريجستر لو كان عندي ريجستر كفايه يعني. في الحاله ديت الدي اقل من او يساوي دي ديسبليسمنت، يعني البعد دي في السيجمنت الواحد يكون اقل من الليمت بالتاكيد، اقل من الطول بتاع السيجمنت. وهنا البيز اجمع العنوان ده او الديسبليسمنت ده على البيز يديني الفيزيكال ادرس اللي موجود في الرام.
هل في اكسترنال فرجمنتيشن بالتركيب؟ البرنامج نفسه اهو، البرنامج نفسه متوزع، البرنامج نفسه متوزع في حته مختلفه من الميموري، مش كونتيجوس يعني. فدي دي اكسترنال فرجمنتيشن ودي اكسترنال فرجمنتيشن، قريب من الفاريبل بارتيشن، ولكن الفاريبل بارتيشن بيفترض ان البرنامج كله حته واحده مش مقسمه يعني، لكن هنا انا مقسمه. اصبحت البارتيشن دي هي بارتيشن لاجزاء البرنامج الواحد. مش قبل كده في الفاريبل بارتيشن كنا بنقول البارتيشن دي شايله برنامج كامل، ودي شايله برنامج كامل، ودي شايله برنامج كامل، ودي شايله برنامج كامل. لا، لكن واحد واحد واربعه واثنين وثلاثه مكونين برنامج واحد، لان انا وافقت او ان البرنامج يتقسم الى حتت، والحتت دي مش لازم تكون في كونتيجوس اريا. تعال نتكلم على البيجنج. البيجنج هنا بقسم البرنامج مش لسيجمنت، مش لسيجمنت، مش لبارتيشنز. البرنامج الواحد مش بقسمه لسيجمنت، يعني التقسيم هنا منطقيه، لكن هنا البيجنج بقسمه الى اجزاء متساويه. بقسمه الى ايه؟ الى اجزاء متساويه، الى اجزاء متساويه. عاده حجم البيج بتاع البرنامج بيكون أس 2، فهي تروح من نص ميجا إلى 16 ميجا. أدي حجم البيج. في مميزات لما تكون البيج صغيرة وعيوب، وفي مميزات وعيوب لما تكون البيج كبيرة. في اللوجيكال أدرس البيج دي بسميها بيج، بينما في الفيزيكال أدرس البيج دي بسميها فريم. يبقى الفريم هي البيج، ولكن وهي في اللوجيكال ادرس بنسميها بيج، في الفيزيكال ادرس بنسميها فريم، لكن الحجم بتاعهم واحد. تمام. لازم احتفظ بايه؟ الفريم الفاضيه، عشان لما عاوز واحده، لو كنت ما بحملش البرنامج كله، ما بحملش البرنامج كله مره واحده، فلازم احتفظ بكل الفريم الفاضيه، عشان لما اجي احمل البرنامج عايز 3 4 بيج فاضيين، ادور فين؟ في الرام؟ لا، هدور في البول، الوعاء اللي فيه الفريم الفاضية. يبقى أنا هنا بدور على برنامج، برنامج عايز أحمله، عايز أحمله طوله N بيج، هدور على N فريم، فري فريمز، فري فريمز. عندي كمان زي ما بحتفظ بالفريم الفاضية في جدول عشان تبقى جاهز على طول لما يجي برنامج عايز يتحمل انولها له على طول، عندي عايز عندي حاجه اسمها بيج تيبل، بيساعدني في التحويله من لوجيكال ادرس للفيزيكال ادرس. البيج تيبل دي لكل برنامج، لكل برنامج، عشان كده احيانا بسميها بيج ماب تيبل، بيج ماب تيبل. يبقى لكل برنامج له جدول صغير موجود فيه، بيحتفظ بيه في الاوبريتنج سيستم، والبرنامج اللي شغال دلوقتي دي اللي قدامه على طول، ممكن احملها في ريجستر يعني عشان تبقى سريعه التعامل، والبرنامج اللي ما بتشتغلش دلوقتي اخلي البيج تيبل بتاعتها موجوده فين؟ في الـ في الاوبريتنج سيستم، في الرام يعني. هنا البيج تعاني من الانترنال فراجمنتيشن طبعا، اللي هي دايما اخر بيج، اخر بيج ممكن ما يكونش مليانه، وبما انها ممكن تكون مليانه بايت واحده، ممكن تكون مليانه الا بايت. اجمع الورست كيس والبيست كيس، هتلاقي سيبهم على الاثنين وخدهم متوسط، تلاقي نص بيج. فعاده ضايع مني في البرنامج الواحد نص بيج، نص بيج. طيب عشان كده لو انا خلت البيج بتاعتي حجمها صغير، فالبيج تيبل هتبقى ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ تبقى كبيره. يبقى عندي بيجز كتيره قوي والجدول بتاعي يبقى كبير. ودي عكسها موجوده لما يكون البيج سايز ايه؟ البيج سايز كبيره، فعدد الانتريز اللي موجوده في الجدول ده، البيج تيبل ده، هيبقى صغير. ادي ميزه، والميزه والعيب هنا وهنا. طب الحاجه الثانيه ان عندي، انا قلت لك بيضيع من البرنامج في المتوسط نص بيج، اللي هي اخر بيج، بيضيع في المتوسط نص بيج. فلو كانت البيج كبيره يبقى اللي ضيع من الميموري كبير. صحيح ان انت قللت الجدول لكن ضيع منك نص بيج. لو كانت صغيره
يبقى صحيح جدول البيج تيبل هيبقى كبير، لكن انت بيضيع منك نص بيج اللي هي حجمها صغير. فادي ادي انت ادي ال 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 الادرس، اي ادرس في الدنيا بقى، اي ادرس في الدنيا هيتحول الى ايه؟ البيج، الى رقم البيج موجود في انهي بيج، والاوفست بتاعه من بدايه البيج. يبقى البي والدي، البيج نمبر والبيج اوفست. يعني لو اللوجيكال ادرس بتاعي 2 اس ام والبيج سايز 2 اس ان، يبقى عدد البيج قد ايه؟ اللي هي بي، بي دي هتتراوح من ام ماينس ان. يبقى تمام، وده الاوفست هنا هيبقى ايه؟ اي يعني رقم ان مثلا. يبقى هنا اهو اي لوجيكال ادرس طالع هيتحول الى مثلا خد الرقم، خد اي ارقام مثلا البيج، البيج سايز خده 1000. يبقى لما اقول لك 1015 يبقى في انهي بيج؟ 1015 1015 اهو، يبقى البيج واحد اقسم على حجم البيج، اقسم العنوان على حجم البيج. 1015 على 1000 يبقى واحد، يبقى واحد، يبقى دي البيج رقم واحد. طبعا المفروض دايما البيج بيبقى من 0 0 1 ده، يبقى البيج رقم واحد. وبعدين الديسبليسمنت كام؟ الديسبليسمنت دي اللي هي 15، اللي هي 15. طيب هنا البيج تيبل، البيج دي اللي هي البيج رقم واحد موجوده عندي، لازم اروح لمين؟ للبيج تيبل. موجوده عندي فين؟ في الرام. في الرام اروح للبيج تيبل بتاعت البرنامج ده. احنا قلنا البيج تيبل ده بير بروجرام، لكل برنامج له البيج تيبل. يبقى ادي البيج 0، البيج 1، البيج 2، يبقى هنا طلع البيج ده هكتب جواه ايه؟ موجود قدام الفريم. يبقى اخد الفريم ده اللي هو هنا بقى واجمع عليه الدي، يبقى دي الادرس الفيزيكال اللي كان يقابل الادرس الفيزيكال بتاع ده. اعتقد كده واضحه جدا ومفهوم يعني، وده ممكن تتم بواسطه هاردوير. يبقى عشان تسريع الايه؟ تسريع ال، خد مثال بيج 0، بيج 1، بيج 2، بيج 3 موجودين في البيج تيبل اهو. بيج 0، بيج 1، بيج 2، بيج 3. هنا البيج 0 موجوده في الفريم رقم 1، 1 موجوده في الفريم رقم 4، 2 موجوده في الفريم رقم 3، 3 موجوده في الفريم رقم 7. اهو فين 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 رقم 7 اهو، موجوده فيها البيج 3 اللي هي ده. جبتها من البيج تيبل ده، ده الجدول بتاعي. طبعا الجدول مش هيكون بالبساطه ديت، لان في حاجه تانية، لكن خلينا كده نتكلم على البساطه ديت يعني. طيب اعتقد كده البيج تيبل مفهومه. مثال اخر، نفترض ان البيج سايز بتاعي 4 بايت والميموري كلها 32 بايت، يعني 32 على 4 يبقى 8 فريم اهو، 8 فريم اهو. وهنا البيج، البرنامج بتاعي مكون من البيج رقم 0، البيج رقم 1، البيج رقم 2، البيج رقم 3 اهو. بيدج رقم مثلا 2 موجود في، موجود في الفريم رقم كام؟ 1. فين الفريم رقم 1؟ ما هو ده 1. فين 1؟ فين البيدج 1 اهو موجود في ايه؟ اي واف وجي واتش، موجود هنا في فريم رقم 1. واحد موجود فين؟ واحد موجود، انا قلت ايه؟ مش عارف. 2 2 2 اللي هو 0 1 2 اللي هو ده، اللي هو ده موجود في الفريم رقم كام؟ المفروض في الفريم رقم 1. فين الفريم رقم 1 اهو؟ طب ده محتوى ايه يا عم الحاج؟ اي جي كي ال، اي جي كي ال، نفس المحتوى، نفس المحتوى بتاع ده البيج هو نفسه محتوى بتاع الفريم. اعتقد كده واضحه جدا يعني. طب الفريم بتاعي انا قلتها ووضحتها وقلت لك نص 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 فريم سايز بيضيع مني بير بروجرام لكل برنامج. وعشان كده لما نيجي نقارن بين البيج، البيج سايز هتبقى كبيره ولا صغيره، قلت لك في حاجتين بيعملوا، حجم البيج تيبل والضايع من الميموري قد ايه، اللي هي بنسميها الانترنال فريجمنتيشن. في برنامج جه مكون عايز 4 بيج، وادي الليسته اللي عندي بتاعت الفري فريم اللي انا شايلها في الاوبريتنج سيستم. ايه يا عم انا عايز 4، خد ال 4 دول. راح مديني كام؟ مديني 14 و13 و20 و18 و20. يبقى مين اللي فاضل من الاربعه اللي بعد، بعد ما اديت الاربعه دول فاضل عندي الفريم رقم 15. الفري ليست ما فيهاش غير الفري بتاع رقم 15. كلام بسيط يعني، ده قبل الالوكيشن وده بعد الالوكيشن.
البيج تيبل سكيبت ان ميموري طبعا، ما هتتشال فين يعني. وعندي زي ما اتفقنا بيز ريجستر ولينث ريجستر للبيج، بداية البيج يعني موجودة في أنهي فريم وطولها قد إيه؟ لا، البيج تيبل دي بيتكلم على البيج تيبل مش على بيج معينة، لا هنا البيج تيبل دي بدايتها فين وطولها قد إيه؟ عايز إيه؟ يعني دول التين ريجستر بيسهلوا له الوصول إلى البيج تيبل. البيج تيبل والبيج تيبل زي ما احنا عارفين مهمه جدا جدا جدا. طيب يبقى انا هنا في وجود البيج تيبل، كل عنوان يا جماعه، كل عنوان في البرنامج انا هتعامل معاه اصبحت هروح الى الميموري مرتين. الاول البرنامج كله حته واحده، واروح اروح ل 1000، اروح للعنوان 1000، روح ل 2000، اروح للعنوان 2000. دلوقتي لا، العنوان هيتحول الى بيج نمبر وهيتحول الى ديسبليسمنت. فبدل ما اروح للعنوان مره واحده، اروح للعنوان مرتين، اروح للرام مرتين، مره علشان اجيب الجدول، عشان كده حطيت بدايه الجدول ونهايته في ريجستر عشان يبقى التعامل معاه اسهل، مره في الجدول ومره اروح للعنوان الحقيقي بقى. يبقى تو ميموري اكسس بيرفورم كان بيسولد باي يوز اوف سبيشال لوك اب هاردوير. انا عايز اسرع، تخيل البرنامج الميموري بتاعته اللي هي الميموري، التعامل مع الميموري بيكون بطيء الى حد ما، تخيل بقى ضعف، بقى ضعف. فاعمله ازاي؟ اعمله ما يسمى بالاسوشيتيف ميموري او ترانسليشن لوك اسايد بافر. ترانسليشن لوك اسايد بافر، ترانسليشن لوك اسايد بافر، يبقى ده لتسريع التعامل من حته المشكله اللي وقعت فيها، ان انا كل عنوان بقيت اروح له الميموري مرتين مش مره واحده. هنا الاسوشيتيف ميموري اللي هي بارلل سيرش، كلمه اسوشيتيف يعني ميموري بوصل بالايه للميموري مش بالادرس، بالمحتوى. هنا بيحط البيج ماب تيبل دي في ميموري خاصه كده بنسميها اسوشيتيف ميموري، وبدور وبخش على طول على كل الانتريز مره واحده للبارالل سيرش. انا عايز بيج رقم 3، اخش على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، اللي فيهم 3 اطلعها، يبقى هو السطر بتاعي، اجيب منه ايه؟ رقم الفريم اللي انا عايزه. خلاص يمكن واضحه هنا في اللي جاي. ادي اللي مش لازم البيج، لان انا عايز اجيب بيج معين مش لازم تكون موجوده في فريم، ممكن تكون لسه ما اتحملتش ففاضيه، فعايز اتاكد من. يبقى اف بيج نمبر يعني از ان اسوشيتيف ريجستر، هات رقم الفريم. لو اذروايز جيت الفريم فروم بيج تيبل، رقم الفريم، وبعدين هجي لو مش موجوده اضطر احملها من الديسك الى الرام واصلح الانتري دوت يعني. خلاص بص كده، احنا اتفقنا ده اسمه ايه عشان ما ننساش ادرس. لا هنا بقول تايم اهيد لوك بافر اللي هو بحمل فيه عناوين، بحمل فيه الجدول علشان فاستر اكسس. خلاص لما اروح على البيج وما لقاهاش اضطر احملها من تاني. انا عايز دي بسميها ايه؟ لما ادور على بيج وما لقاهاش مسميها تي ال بي مس، في هيت ومس، يعني لقيتها وما لقيتهاش. انا عايز لما بجيب عنوان بروح للبيج ماب تيبل اجيبها، وقلنا هندور بارل ماشي، هجيب الرقم الفريم. طيب انا عايز كمان اسرع، فعايز اللي انا هتنبأ انها هتتعاس لوك تايم اهيد، يعني عايز مسبقا اللي الاقيها موجوده في البيج تيبل. خلاص
طب اجيبها ازاي؟ اقول هنا بقى، هنا اقول اللي ما لهاش هيبقى هنا حاله مس، ودي هتعطلني اكتر، يبقى عايز احملها في في اللي بي، علشان لما اجي اعوزها مره تانية مش لازم كل مره احمل الـ رقم الفريم اللي فيه البيج ديت يعني. بعض الانتريز وايرد داون، يعني دايما موجوده، دايما موجوده في الراك، ما تخلاش عنها ابدا. زي مثلا البيجز بتاعت الفيل اوبريتنج سيستم دايما عاوزها، فدايما تخليها في الـ في الـ في الرام. يا ريت تبص كده، ترانسليشن لوك اهيد بافر، ترانسليشن لوك اهيد بافر. يبقى هنا انا عايز ارقام البيج اللي انا عايزها، ودي على فكره دي موجوده دايما في الكاش عاده، وبحل بيها مشكله ايه، ان في اتنين ادرس للميموري لكل ادرس قبل كده. يبقى بستخدم حاجه اسمها تي ال بي او اسوشيتد ميموري. قلنا جابت لي السرعه مرتين من سكتين، دي هخش على دوت عشان اجيب على طول. طب افرض ما لقيتهاش، يبقى هنا هلجأ لايه؟ لو ما لقيتهاش يبقى دي حاجه اسمها ايه، تي ال بي مس. طيب بعض البيجز انا بستخدمها كتير، فدايما هتبقى موجوده، وهو ده اللي مقصود بيها كلمه ايه، وايرد داون. التي ال بي ديت عاده ممكن يكون موجود معاها من ضمن محتواها، يعني ده عامل زي جدول في ايه، في ادرس سبيس ايدنتيفاير لكل انتري، ده بتيونيكلي ايدنتيفاي البروسيس علشان تحمي لي الايه، ما اروحش العنوان مش موجود، او ما اروحش البيج مش موجوده يعني. بس احنا هنا كلمه والا لو ما عملتش حاجه زي كده هضطر ان انا افلش الترانسليشن لوك تايم هيد في كل كونتكست سويتش. يعني ايه، لما اجي انتقل من برنامج الى برنامج لازم همسح دي، افلش امسح ديت واحملها بالبرنامج الجديد، الا اذا كنت عامل قدام كل انتري من التي ال بي ديت رقم البروسيس يعني. مش يبقى يا رب يكون مفهوم الحقيقه. يبقى انا عندي بص كده يوضحها اكتر. هنا لوجيكال ادرس حولته لايه، الى البي والدي. انا مش عايز اروح للبيج تيبل على طول، لان لو رحت البيج تيبل على طول ادي مره البيج تيبل اللي هي موجوده في الرام ومره. طب تساعدني يا جماعه، ما هي ده اللي انا بنتكلم عليه، اللي هو مين، اللي هو التي ال بي ترانسليشن لوك تايم بافر. هنا عندي دي عباره عن جدول، بس المرات مش موجود في الرام، موجود فين، في الكاش، في اتنين انتري، في البيج نمبر وفي الفريم نمبر بتاع البروسيس ديت اللي انا شغال فيه. خلاص، لو لقيتها موجوده في الريجستر دوت، في الكاش دوت، هجيبها واجمعها على دي، ويبقى ايه، كفى الله المولين شر القتال. لو ما لقيتهاش هي دي بسميها ايه، مس. البي دي مش موجوده في دي، يبقى موجوده فين، يبقى مس. يبقى هروح لمين، البيج تيبل غصب عني بقى، واجمع الاف ديت، يبقى الفريم نمبر ده جبته اما اجيبه من هنا، يا اما مضطرا هجيبه من هنا. وفي الحاله ديت ما تنساش تحط بقى الاف ده، تحط لها انتري هنا، علشان لما تيجي تعوزها مره ثانيه تلاقيها موجوده في الكاش دوت يعني. كاش رام تي ال بي مس، قلنا يعني ايه. وهنا بص دول معناها ايه، ان انا بسيرش بارلل، ادخل رقم البيج واللي فيها الرقم 0 1 2 ده اللي فيها رقم البيج موجوده، هتطلع هتنطر على طول هنا، الاقي رقم البيج موجوده هنا، يبقى في هنا حصل لها هيت. هيت يعني لقيتها، مس يعني ما لقيتهاش. يبقى يا رب تكون مفهومه ديت يعني. وهنا زي اللي حتى بقول لك عليها، ان انا ممكن احط هنا رقم عمود ثالث كده في رقم البروسيس، لان دي ممكن تكون موجوده لاكثر من بروسيس يعني. لو كانت مش موجود رقم البروسيس هنا، اضطر امسح ديت كل مره اما اعمل كونتكست سويتش.
عشان احملها بالايه بال يعني دي قاصره على بروسيس واحده ولا اكتر؟ ممكن تكون اكتر عشان هو يسرع الدنيا، لما بيجي يعمل كونتكست سويتش ما يعبهاش. خلاص اللي هو سميناهم هنا ادرس سبيس ايدنتيفاير رقم البروسيس اللي شغاله دلوقتي، يبقى هنا وهنا عمود تلج دي في رقم البروسيس اللي شغاله، بروسيس رقم واحد، بروسيس رقم واحد، بروسيس رقم واحد، بروسيس اثنين اثنين اثنين. طب يبقى وانا في البروسيس دي شغاله هشتغل في الانترز دول بتوعي الثلاثه دول. طب لو كانت لبروسيس واحده خلاص يبقى كويس، يبقى بس ده مش كويس بقى ليه؟ لما اجي اعمل كونتكست سويتش اضطر احمل دي كلها بالبروسيس الجديده، وكل لما انتقل من بروسيس لبروسيس بص احمل دي كلها بالبروسيس الجديده. المهم فهمنا فكره ايه الترانسليشن لوك تايم هيد، يبقى السريع البحث السريع في الكاش بدل ما بدل الران. طيب هنا الافكتف بقى قد ايه يا اخوانا؟ يبقى هنا بوجود التي اللي بي ده اتحسن الاكسس تايم قد ايه في بتاع الميموري. طيب بص يا سيدي، لو فرضنا ان انا عندي تي اللي بي وعدد المرات اللي بدور باقي الفريم بتاعي، يعني هنا ايه الهيت ريشيو اللي عندي، يبقى البرسنتج بتاعتي ايه ان انا بدور على بيج بلاقيها في التي اللي بي 80% كنت محملهم قبل كده. طيب نفترض ان الاكسس الميموري العادي بياخد 10 نانو، حلو كده. و اذا لو انا اشتغلت عن طريق البيج ماب تيبل وهروح مره عشان الجدول ومره علشان العنوان، العنوان بقى بعد ما لقيته واخترته من الجدول، اخترت رقم فريم الجدول، اروح مرتين، يبقى انا هاخد ايه من غير التي اللي بي هتبقى 20 نانو سكند، بدل ما تبقى 10 تروح تبقى كام 20. طب في التي اللي بي بقى بص بقى يا سيدي، التي اللي بي ده 80% الاقيهم في مين؟ الاقيهم في التي اللي بي، والتي اللي بي حجمها او سرعتها سواء موجوده في، طبعا هي انا اخترتها 10 لكن الحقيقه بتكون اقل من 10 لانها بتكون موجوده فين؟ في الكاش. خلينا 10، يبقى 80% في 10 زائد ال 20% دول حصل ايه؟ حصل مس ما لقيتهاش في التي اللي بي، فاروح لمين؟ اروح مرتين للميموري، اروح لان رحت للجدول، رحت للجدول والجدول فيه كام؟ اما اروح للجدول كده الجدول اللي في الرام اروح للرام هيبقى 20 زي دول، يبقى 20% في ال 20 طلع 12 نانو سكند. يبقى هنا اللي كان غير وجود البيج نوري اكسس كان 10 نانو سكند، دلوقتي بقوا كام؟ بقى 12. شوف الديجريديشن بقى قد ايه من 10 الى 12. يبقى 20% سلو داون في الاكسس تايم. طيب لو حصل بقى رياليستيك، لا بقول لك في الحاله التي اللي بي الهيت بتاعها لما بدور على حاجه والاقيها يعني بحملهم في الكاش، لا لقيت بوصل ل 99% هيت اللي بلاقيه بقى نادر قوي اللي بقى ايه اللي بعوزه وما لاقوهوش، يبقى 99% في 10 زائد 1 من 100 اللي هي دي ودي 100% 1 من 100 في ال 20 يبقى 10.1 سكند. ومع ذلك اذا اللي حصل السلو داون فقط واحد من حته الفاليد والانفاليد مرت علينا قبل كده، ان انا كل انتري موجوده في البيج تيبل بحط جنبيها كل انتري في البيج تيبل بحط بت زياده فيها بكتب فيها يا في يا اي، يا فاليد يا انفاليد. فاليد معناها ايه؟ موجوده في متحمله في الفيزيكال ميموري وموجوده، انفاليد لا مش متحمله في الميموري ومش موجوده، فهضطر اجيبها من مين؟ اضطر اجيبها من الديسك. مثال اهو البيج ده البرنامج دوت بيتكون من بيج 0 1 2 3 لحد 5، يعني 6 بيج، وهم البيج مكتبه بتاع البرنامج ده اهو موجوده 2 فاليد 3 فاليد 4 فاليد 7 فاليد 6 فاليد 8 فاليد سوري 0 فاليد الواحد فاليد 2 فاليد الثلاثة فاليد الأربعة فاليد والخمسة فاليد، بينما الستة واحد يقول لي أنت ما عنديش ستة، خلاص ماشي عشان كده
الستة دول، الستة والسبعة دول انفاليد، لان انا اصلا هو يعني الجدول ده حجمه 8 والعدد البيج اللي انا بتاعتي 6، فاكيد بتاكيد 6 و7 مش انفاليد. اما الارقام دي هي رقم الفريم، يعني البيج رقم 0 متحمله في الفريم رقم 2، البيج رقم 0 اهي ومتحمله فاليد وهكذا. انتوا فهمتوا طبعا كلمه فاليد وان فاليد. شيرد بيج اتكلمنا عنها قبل كده زي اللايبرري، ان ممكن يكون في البرنامج ريد اونلي وري انترنت، يعني داخل اكتر من مره، برنامج هدير وبرنامج محمود، الاثنين دول بيخشوا اكتر من مره على نفس الكود، ما حملش الكود دوت اللي هو المشترك، الكود المشترك ده مرتين، يكفي ان هو يكون مره واحده، بسميه ري انترنت كود يعني. فده باستخدام افضل للميموري، بينما الجزء اللي هو خاص بكل بروسيس ما فيش حد بيتشارك فيه بنسميه برايفت كود. برايفت كود اهو مثلا ده بروسيس 1، البروسيس 1 دي ادي البيج تيبل بتاعتها اهي 0 1 2 3 متحمله في الفريم رقم 3 ومتحمله في الفريم رقم 4 و6 و1 مثلا، والبروسيس رقم 2 اهي والبروسيس رقم 3 اهي ونفس الكلام يعني. تعال شوف هنا بقى البيج، دول لايبرري، لايبرري 1 لايبرري 2 لايبرري 3 لايبرري 4 متحملين في الفريم رقم 3 و4 و6 و1، 3 و4 و6 و1 دول متحملين ودول مشتركين، يعني هم دول الاربعه دول بما انهم مشتركين فدول موجودين في البروسيس رقم 2 والبروسيس رقم 3. بفرض مثلا عندي ثلاث برامج وورد شغالين، انا الجزء اللي انا بكتب فيه الداتا بتاعتي ده برايفت، بينما الجزء المشترك اللي هو جسم الوورد نفسه، الكود بتاع الوورد نفسه متحمل فيه 1 2 3 الاربعه بيج دول، فدول مش محتاج اعملهم احملهم ثلاث مرات لدي ولدي ولدي، ومتحملين في نفس البيج، بس كل ما قلنا لك ان انا ايه البيج بتاعتهم موجوده في البيج تيبل بنفس البيج يعني. كفايه كده، واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. لو في حد عنده اسئله اتفضل. يا بنات في أسئلة؟ ولاد في أسئلة؟ طيب بصوا بقى، احنا المرة الجاية إن شاء الله هتكون آخر محاضرة، وكل سنة طيبين، أكون في رمضان آخر محاضرة هنتكلم فيها على الامتحان، وأنا عايزكم تبصوا في اللي موجود وتقولوا لنا يعني نتكلم فيها على الامتحان، امتحان مهم بالنسبة لكم يعني.